الو عمار، ايه ده انت بتتكلم كل ده؟ قال انا قعدت اقول يا عمر يا ولد عمر اتكلم تريني في الاخر خالص. كنت حاطط اصلا انا كنت في بارتي عالي قوي، وكنت بتغدى وكان الصوت عالي وكان عمالين يشتموا، الصوت من السماعة طالع عندي، فوطيت صوت السماعة بتاع المايك ونسيت. عمال اقول يا عمر وعمر ما بيردش ليه. بعد كده الاقي السماعة بتاعك بتتحرك، قلت لا هو ممكن يكون عندي دوشة والمايك بتاعه سنسيتيف قوي للدرجة دي، بس مش معقولة يعني، مش الدرجة يعني، المايك سنسيتيف بتاعه ليه يعني؟ ايه بحس بهموس الدبان فين وفين بقى، عقبال ما استوعبت ايه ده. اما البيت ده ما اتلوتش. انا عايز اقول لك ان انا رحت اتغدى ورجعت، انا نزلت على شجره في شيفت في اسمها دي في سولتي، واللي بكتشفه دلوقتي ان البيت كله ما اتلوتش. والله انا عمري ما شفت حاجه. ده انا بقى ده يا ابني فاضل 15 واحد. بيلدينج هو ماله؟ لا مش سامع، مش فاضي. ايه؟ محتاج اتعود. انا مش بقولك انا اسرع واحد ببني، بس يعني انا مين صحابي ولا اللي احنا كنا بنلعب ضدهم؟ انا بقول لك انا مش اسرع واحد يعني، انا ببني بسرعه بس مش يعني مش سريع مره، عشان اديك نصايح يعني. بس النصايح اللي انا اقدر اديها لك انك تتعود تلعب اللعبه اكتر من مره، تتعود يا اما وده اللي اختيار الناس كلها اغلبيته بتقوله يعني، تقول لك ان انت انزل في اماكن فاضيه وجمع خشب وبتاع وكده، وتجرب تعمل 1 باي 1 بسرعه، او اعمل تعمل حاول تعمل ستيرز بسرعه، او حامل يعني اعمل نفسك كانك في موقف، بس بدل ما انت في موقف تحت بريشر لا مع نفسك من غير بريشر، كأنك انت في الموقف ده وحاول انت تتصرف فيه، شوف هتتصرف ازاي وتبني ازاي. يا اما بقى الحاجة التانية، وده اللي انا يعني الحاجة التانية وده انا بفضله احسن، لان هو هيزود حاجات كتير بس فيك، مش بس بناء، انك تلعب اكتر وتعود على اللعبة اكتر. لو لعبت اكتر وتعودت على اللعبة اكتر تبدأ شوية شوية لوحدك هتحس نفسك في حاجات كتير مش بس بناء.
ايه الجيم؟ بس عمال ادعس عشان اموت خمسه. شوف الجيم اللي انا بقولك عليه، مستنيش ازاي؟ فاضل 15 ونزلت مش معايا ولا لوت، ودلوقتي بقى موت خمسه. المشكلة مش معايا شيلدز خالص. طفاك بس انا داعس خمسة وفضل اربعة. مش معقول اكسب الجيم ده، يا صعبة يعني. المشكلة ان ار بي جي، وانا معروف عني لو سألت اي حد، سألت اي حد من صحابي، انا لما يكون معايا ار بي جي بيبقى 90% من الجيم بتاعي. 90% يعني بنسبة كبيرة الجيم بتاعي يعني. بعشق كده لعبة بقى، وبعرف العب بيه ازاي. بعرف العب بيه ازاي يعني. شوف انا الار بي جي موت واحد، موت اثنين، تمام. فترة الار بي جي الثلاثه اللي بعديه موت بالار بي جي، وما خدوش مني وقت، طخ طخ على طول كده. وياه الار بي جي فلا يعني. وما كانش معايا ماتيريالز والله. انا كان معايا 30 خشب ولا حاجه، بقى معايا دلوقتي 919 خشب و999 طوب. انا طلب طلقة سنايبر هموت. مش حد يا شباب شايف شيلد كده ولا كده؟ مين شيلد؟ طيب اي حاجة. طيب يا شباب ايه تتبط؟ فضل ثلاثة يا عمر. كده شوف انا طلقة سنايبر واموت، طلقة ار بي جي واموت، طلقة هيد شوت سكار واتفشخ. استنى انا فاضل ثلاثة خلاص وهاجي العب معاك. انا عارف مكان اتنين منهم. ايه ده وانا التالت؟ اوكي صح، فضل تلاتة وأنا التالت، وعارف مكان اتنين منهم. استنى لغاية ما يحاربوا بعض ولا أخش أحارب فيهم أنا؟ أنا ماليش دعوة كده أهو يا أخي. أنا المشكلة مش معايا شيلد، عارف لو معايا شيلد والله أخش أفشخهم هما الاتنين. أوكي أنا فضحت نفسي على الفاضي. اسمع اخر اتنين بيحاربوا بعض تقريبا، اتنين بيحاربوا بعض وانا ماليش دعوة. بس اخر اتنين بيحاربوا بعض يبقى 1 في 1. انا معايا ار بي جي. احسن حاجة ان انا ايه، بس شايف واحد بس يعني. انا الواحد التاني جيت ورا الشجرة واستخبيت منه، عشان ايه انا لما اشوف واحد مش الاتنين يتحاربوا عليا انا، فاهم يعني. دلوقتي انا ممكن افشخ انا وواحد اللي جنبي ده نفشخ واحد بس، لكن دلوقتي ما ينفعش اتنين يفشخوني انا. تكتيكس يا اسطى، تكتيكس. انا لسه فضل اخر ثلاثة يعني، اخر اثنين غيري.
المشكلة إن واحد بس هو اللي عنده الزوم، وأنا ولادي تاني ده بنجري من الزوم. أنا هغدر في الواد ده بس يا رب ما أغدرش فيه عشان هولي فاكن. اي عليا اوه يس كفو والله اني انا فاجر.